عليكم، مرحبا بكم في قناه مصايا. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك ساهل في المول العجيب، ونضيف عليه الكريم ديال القهوه. نتمنى ان شاء الله هذا الكيك ينال اعجابكم وتجربوه ان شاء الله. وما تنساوش لايك وبارطاج، واشتركوا دروي ابوني، ويركوا عشرة توصلهم ديما جديد. شكرا. المقادير ديال الكيك غادي يحتاجوا جوج البيضات، كاس زيت، كاس حليب، وكاس سنيدة، وجوج كيسان ديال الكيك، ملعقة كبيرة ديال الكاكاو، وخنشة واحدة ديال الخميرة، والكاس يكون العادي. أول حاجة غادي نهرسو البيض، والبيض يكون دائما الحرارة ديال المطبخ، ما يكونش بارد، ونضربوه بطراب قهربائي. تقدروا تضربوا غير بطراب يدوي، وحنا كنضربوا وكنضيفوا السكر غير بشويه بشويه، ما كيكبوش بمره. بعد ما خلطنا مزيان البيض وصيدا، كنضيف الزيت والحليب، الحليب كذلك ما يكونش بارد. نعاود نستمروا نضربوا بالتراب. من بعد ما خلطناهم مزيان، دابا غادي نضيف الدقيق كما قلت لكم، جوج الكيسان، والكيسان ما يكونش الكاس العنبه، يكون العنبه الصغير ما يكونش الكبير، او الكاس عادي. ونضيفوا عليه الكاكاو والخميره، الخميره ديال 100 غرام، وعاود نضيفوا الدقيق والقبصة ديال الملحة. دائما نغبرهم مزيان، كنخلطهم غير بالفوية يدوي. نخلطهم مزيان حتى يتجانسو كاع المقادير. كناخذ المول، ها نتوما المول غادي يحتاجو، هو هاد المول، المول العجيب كيكون محفر من التحت ومن الداخل كيكون طالع. بعد ما خلطنا مزيان الخليط، دهنت المول ديالي بالزبده والدقيق. دابا غادي حاولوا ما تخلطوش الخليط بزاف الا درتو بالطراب قهربائي، حيت الا طبتو بزاف تطلبيت كيهبط. غير تحاولوا تخلطوا مزيان دوك الدقيق وكاكاو، وفران دائما سخنتو. وغادي ندير المول ديالي الفوق، مش غير بالعافيه من التحت. بعد ما طاب الكيك، عاد كنبدا في الكريم. الكريم غادي يحتاج فيه نص كوب الحليب، دوتو في الكاسرونه ديريكتومون، مع 3 معالق كبار ديال المايزينا او النشا، 3 معالق كبار ديال السنيده، الحليب يكون بارد ما يكونش سخون، ومعلقه كبيره ديال النسكافيه ديال القهوة تسريعة ذوبان. ونخلط مزيان كلشي بالفوي، نشعل عليه العافية، نخليه يطيب، وانا كنستمر في التحريك. بقا نستمر في التحريك حتى كتشوفو هاد الفقاعات كبار، عرفو بلا كريم ديالكم صافي وجدات. بما برد الكيك ديالنا، دابا غادي نصب عليه هاديك الكريم اللي صوبنا. الكريم هي صادقة باقا سخونة، كيما طفينا عليها نكبو ديريكتومون فوق الكيك. بعد ما طيبناه قلبناه، حيت الا خليتو هاد الكريم برد في كاسرون ما غاديش تكب لكم في الكيك. اذا كيما طفيو عليه تكبوه ديريكتومون في الكيك. الكريم ما نصوبوش حتى يكون الكيك صافي طاب. ومن بعد زوقتو غير بالشرائط ديال الشوكولاته الابيض او من زوق اختياري، وان شاء الله نتوقعوا طبق التقديم. الكيك ديالنا هو وجد كما كتشوفوا، الكيك في المول العجيب بالكاكاو وكريم ديال القهوه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنساوش لايك وبارطاج، واشتركوا دوري ابوني، وكل جديد ديما جديد. شكرا وصحه وراحه.